شايفين في مشكله مع الامن في المباراه، والامن زي ما انتم شايفين بيزق وبيخبط في مشجعين الجزائر علشان ما فيش كراسي يقعدوا فيها، والامن بيتعامل بعنف مع لاعبي الجزائر هنا في المدرجات، حاجه في منتهى الازمه. شايفين وراها كده الامن بيتعامل مع مشجع جزائري بمنتهى العنف، حاجه في منتهى قله الادب. الكاميرون اللي عارفه تنظم ولا عارفين يقعدوا الناس في اماكنهم، وفرد الامن بيعتدي بالضرب على مشجع جزائري. الحقيقه حاجه في منتهى قله الادب يا صديقي، حاجه في منتهى قله الادب.